الإخوان والأخوات متابعي القناة وزوارها، مرحبا بكم. معنا الأخ ديالنا وحبيبنا سيدي جمال، أحد الرواد ديال الطاهرة الغيوانية، واللي بالمناسبة استضفناه في الافتتاح ديال المهرجان الغيواني في الدورة العاشرة ديالو، واللي غادي يعطينا الارتسامات ديالو حول اليوم الاول والافتتاح ديال المهرجان. مرحبا بسي جمال. صح، مبروك استاذ. كيف جاك الافتتاح؟ الافتتاح باقا ما عرفت نقول لك واش زين ولا خايب ولا شي. المهم اللي كان في الافتتاح هو هذا المهرجان الغيواني اللي دخل بحال هذا الراب، وهذا المسائل كيف اللي بعاد على المسائل تاع المهرجان الغيواني. نعم، انا ما كنعملش بالثلاث الغيواني. نعم، ظاهرات المجموعات. نعم، تعرف واحد الحاجه، الناس الراجلين اللي كانوا هما الاول بيسبقوا الناس الغيواني. نعم، الناس ما عرفتش هذا الشيء. نعم، الفكره ديال الجيل الجلاله كانوا سباقين الفكره. وين سباقين باش ذاك المشكل اللي كيوقع ما ندخلش في المال فيها حساسيات فيها. اما دابا اللي سمعت هو مساله تاع الصوره ما صافياش، للاسف تنسمع الصوت اللي كاين اللي فاصنوط. انا ما نكذب لك، انا كنت صمت شويه وما قدرتش نستحمل هذاك الشيء وخرجت. ما بقاوش يصوت مزيان حتى الصوني بتفرج الناس الصوت ما كاينش. ذاك الطرب يغني الغناء يغنى بغير ماشي مجموعه الجيلات الاصيله. بالنسبه دابا الجيلات تاع الدروب ما غادي نقول نسمع جيل. نعم، في غياب اهم العناصر ديال الملاعب العزيز وسيدي محمد الترهام عبد العميد. العميد العمود الفقري ديال الجيل الجلاله. سيدي محمد الترهام ومولاي الطاهر الاصبهاني. الله يشافيه. الله يشافيه. ملاعب الطاهري والقصبيجي الله يشافيه حتى هو. يا ما ننساش الصديق ديالي الوحيد اللي كان اللي كنت معاه في جماعه الوسط الاحمر اللي هو مصطفى بقبوق. السي حسن مفتاح. حسن مفتاح، حسن. كنفكرك السي زعما. السي حسن مفتاح، عرفوا انت حسن مفتاح راه ولد المعيد. اقرب دار السي سعيد. عند مولاي عبد الله الوزان. عبد الله الوزان يقرا مع العبقري، يقرا مع الخطيب، ويقرا مع السي محمد همز، ويقرا مع عبد الله الفخار، يقرا مع كلهم مع الاخوان. الله يرحمه السعيد حتى هو. ما نساوش الشحر. اييه. فهمتي، ما نساوش الى اخره. هذاك عالم الوسط الحمراء هذاك هذا الاخوان كاع اللي ذكرتي تبارك الله عندهم بصمه. العمالقه عندهم بصمه. عندهم بصمه في الاغنيه. فلان هو هذا فلان، راه قيمه الطاير عيب باش تلقى شي، صعيب باش تلقى شي واحد بحال الطاير، صعيب باش تلقى هو 50% ولا 30% بحال السي محمد الدرهم، كصوت، كميازني، كملحن، كمبدع، ككاتب. نعم. فهمتي، والراجل مبدع وهذا الشيء ما غير دابا اللي كنسمع ما كاين حلاوه في الطرب، ما كاينش، ما كاينش طرب، ما كاين صوت يطرب. داك الشيء شي حاجه اللي تجرك. كاين الغوات الصداع. الصداع وداك الشيء ما كاينش. لا انا مشكل للناس الجمهور بوحدو اللي تيدير الموسيقى في المقامات الموسيقيه. ما غاديش يقتنع بشي حاجه. تماما. مثلا بحال دابا انا بين خرجت عادي تلقيت هنا ما ضربني هذا الشيء، ما نكذب عليك. انا غادي نجي. حقك هذاك السي جمال. انا غادي نجي نهار. فهمتي؟ نعم. غادي نجي نهار الجمعة. نهار الجمعة كاينة مجموعة هي اللي باقي عندها صوت جميلة، عندهم تلحين جميلة، كنتمناهم يعاودوا يتكتبوا في الانتجين ديالهم. اللي هما الرصاوي. نعم. ولا صنع عبد الله الشفار اللي تيبدع وتلحن. نعم. هذا موضوع آخر. نعم. جمل أصوات مراكش. حسن النومي. الله عاودتي. سمولي حسن زرب عند جمل أصوات. الله يعاودتي. طاو. جمع عبد الرحيم جمل أصوات. ايه هذا الشيء غادي نهار الخميس غادي نسمع، غادي نقول لك ان شاء الله. مرحبا بنا عندهم. انا تنهضر هما اللي غادي يكونوا هما اللي في المستوى، ما تنجامل حد، ماشي صحابي. صحاب وخوت، ولكن هذا الواقع. هما هي الناس جاو المحبين الفرصات من كازا اللي كنتي تحضر معنا. ايه وجيت حضرت. ولكن ما قدرت نسمع هذا الشيء، خصني نمشي في حاجتي. ما فيها باس، كنشكر سيدي جمال. نهار الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله وغادي يكون لنا لقاء اخر على الظاهره الغيوانيه بصفه عامه بمدينه مراكش. والتفككات اللي وقعات وهاد النزاعات بين الفرق، قضيه الحراس والحراس المخيره للاسف تمحات اللي ديال الوفاء اللي فاز الشرايب. كاين ما يتقال مع سيدي جمال، كنعرفك ذاكره تبارك الله عليك. ضرب ذاك ضرب الواقع وباللي كاين. الله يرحم لك الوالدين. الله يجازيك بخير. ترى راجل شجاع وفنان. الله يكثر خير. الله يكبر بك. الله يكبر بك سيدي جمال. وغادي نتعاونوا شي عام ان شاء الله. فرصه سعيده سيدي جمال. الحمد لله. على خير. تحياتي.